عشان بالنسبه لي غير ما نشي نختار بانه الميكروفون معك. اجتمع شيخ عيد وجمعه، ماذا يصلى اذا رجل مثلا صلى العيد ولا ما اراد ان يصلي الجمعه؟ له الخيار، له الخيار بالنسبه لمن صلى العيد في يوم الجمعة، له الخيار أن يصلي الجمعة إلا الإمام، فلا بد له من أن يصلي الجمعة. طيب يا شيخ، بالنسبة للرجل في البيت يصلي الظهر أم خلاص؟ آه. ما يصلي شيء. صلى عبد الله بن الزبير ولم يصلي الظهر. طب امرأة يا شيخ طافت في البيت